إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه جلسة في تعليم الحجامة وبيان أهمية هذه السنة النبوية الطبية التي هي من الطب النبوي الوقائي التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بها بأمر الملائكة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت بملأ ليلة المعراج من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الحجامة: الحجامة خير ما تداوى به الناس، وفي رواية أمثل ما تداوى به الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: في الحجم شفاء. بل حصر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، فقال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم وملعقة عسل وكية نار، ولا أحب أن أكتوي. فهذه الحجامة تكون رطبة وتكون جافة، فالجافة هي استخدام هذه الأكواب من غير تشريط بالشفرة أو بالنشرة. والرطبة هي المعروفة، وهي التي حمض عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها أمته وحجم هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في وسط رأسه وسماها أم غيث، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في الأخدعين ألقان على صفحتين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في الكاهن والكاهن ما بين الكتفين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في قدمه في وتر الأصابع، يعني التواء، صار معه التواء، احتجم في موضع من التواء. أم غيث أو وسط الرأس هنا، الأخدعين هنا وهنا أيضا، هذا يسمى الأخدعان. وينبغي أن يكون التشريط طولا ولا يكون معاكس لاتجاه العروق، لئلا يؤدي إلى قطع شيء من العروق. والذي يجري حجامة الأخدعين والرأس بالأخص ينبغي أن يكون حاذقا، ومتقن، لئلا يؤدي إلى أخطاء تؤدي إلى ضرر شديد بالمحجوم. كذلك احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في الأخدعين، احتجم في الكاهل، هذه منطقة الكاهل بين الكتف، بين هذا الكتف وهذا الكتف وهذا الكتف. وكذلك الحجامة تكون في الظهر هنا، وبعض الحجامين يعتبر هذه منطقة الكاهل، لأن صحيح أن الكاهل هنا. وحجامة الظهر هذه لها فوائد كثيرة في الحجامة. وأيضا احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في الناغض، والناغض هي اللحمة اللينة التي تضطرب عند الخوف، وهذه
يعني احتجبها النبي عليه الصلاة والسلام حينما سم أكل من ذراع الشاة، فهذه جيدة للقلب. فأيضا قلنا أنه احتجب في قدم لوحي أصابه بالخلف عظيم، القدم هذا هو يصيب التواء احتجمنا من هنا ومن هنا. وهناك حجامة نافعة لعرق النسا، عرق النسا لو عرق يصيب الإنسان يمتد من هنا يكون ألم شديد، يمتد من هنا إلى أسفل القدم، هذا عرق النسا. له حجامة نافعة أن يوضع، أن يتتبع الألم فيوضع كوبا هنا يشرب، وواحد في وسط الفخذ وواحد في وسط الساق، تكون هذه بإذن الله نافعة. كذلك هناك حجامة للبواسير الذي يصاب بالبسور، فالحجامة تكون هنا آخر فقرة من فقار العمود الفقري قريب بين الليتين، هذه حجامة نافعة للبسور، ولعلها تغني عن عملية مؤذية ومؤلمة وقد لا تكون ناجحة للبسور. فما من موضع من مواضع جسم الإنسان وما من موضع فيه ألم إلا والحجامة تنفعه بإذن الله. مثلا المرأة الذي يصيبها النزف، يربط حبضها من هنا ومن هنا بالرباط وتوضع لها حجامات جافة، يعني أكواب جافة فوق الثديين، ينقطع النزف عندها. طبعا حجامة الأخدعين هذه نافعة بآلام الأذنين وآلام جيوب الأنفية والعينين، وأيضا تنفع لالتهاب اللوزتين، التهاب اللوزتين اللي هي هذه البلاعه اللي يسموها. طبعا هناك حجامه، تحت الذقن تنفع للاسنان، اذا كان هناك اسنان يعني متحركه وهناك التهاب في الاسنان وضعف في الاسنان، فان هذه الحجامه تحت الذقن نافعه لانها تخرج الصديد وتخرج يعني الدم الوسخ من الأسنان، وبالتالي تبرأ هذه الأسنان وتثبت بإذن الله عز وجل. فالآن بعد هذه المقدمة نريد أن نجري الحجامة الجافة والحجامة الرطبة، وقد بينا إيش هي الحجامة الجافة وإيش هي الحجامة الرطبة. طبعا قبل إجراء عملية الحجامة لابد من تعقيم الأكواب هذه المستعملة، لابد من تعقيم اليدين ولبس واقي عشان أجل الحفاظ على الطهارة والنظافة وعدم انتشار الميكروبات، لابد من مسح المكان جسم المحجوب، يعني مسحه بالكحول او بالخل او باي شيء يعني او بالبيتون، نجد ايضا تعقيم الجسم. في عندنا شيء نريد الان ان نجري الحجامه على مكان يسير على الكاهل، نعقم المكان. طبعا هذه المناديل نمسح
جيب لنا سلة المهملة. انا صح ليش وهذا ايضا نحتاط جدا في امر تعقيم يعني نستعمل لان قد يكون من المحجومين من هو مصاب بالتهاب الوباء الكبد مثلا من هو مصاب بالإيدز او من هو مصاب بأي أمراض معدية وبالتالي حينما نحجم ونضطر أن نحجم آخر فقد ينتقل هذا يعني الداء من المصاب الأول إلى السليم إن شاء الله. قطن الآن نثبت الكوب هذا الجهاز لتفريغ الهواء نضع في منطقة الكائن نحدد منطقة الكائن كما قلنا نضع الكوب هنا بسم الله بسم الله عز وجل أي ثبت الكوب في المكان ننتظر نحو 5 دقائق حتى يصير هناك تفريغ انظروا لاحظوا كيف ان الكوب قد ثبت واستقر الان هو يعني قد شد الجلد الى الداخل بسبب تفريغ الهواء والان الدم يكون قد اجتمع تحت هذا الكوب هذا مشروع طبي معقد وأنا دائما أستعمل الشفرات شفرات الحلاقة لأنها ألطف على الجسم شفرة الحلاقة هذه يعني نصلها أنا معلش هذا يترك آثار يشوه الجسم هذه ما تترك آثار لأن مصلها يعني خفيف لطيف ليس ثخين لكننا لابد أن نعقمها لابد أن نعقم هذه الشفرة ولا نستخدمها إلا نعقمها هذه الشفرة لا نكتفي لأنها معقمة أصلا إذا كانت معقمة بل نحتاط ونعقم هذه الشفرة كما لاحظتم ننقعها ونغمرها بالكحول طبعا الأصل يكون هذا الورق معقم أيضا في العادة أنا أستخدم أطراف الأربعة يعني أكشف فقط مقدار يسير أبقيها هذه الشفرة أبقيها في غلافها وأترك هذا الجزء بس الذي أريد أن أستعمل ثم أستعمل الطرف الآخر ثم الطرف الثالث ثم الرابع ثم أبقيها طبعا لا أستخدم الشفرة إلا لواحد لا أستخدم نفس الشفرة
بغير بأكثر من واحد من أجل عدم نشر العدوى. الآن قمنا الآن نسحب هذه كما تلاحظون نسحب هذه نفرغ الأوقات. الآن سنشتغل ضمن الدائرة هذه مع شرطات بسم الله خفيفة وسريعة من غير أن أعمق الشرط كثيرا. ضمن الدائرة نعود الآن مرة أخرى ونضع الكوب في مكانه ونفرغ بسم الله. سنلاحظ خروج الدم داخل هذا الكوب وامتلائه بعد حين. الآن ننتظر قليلا حتى يخرج الدم. هذا الدم يخرج غير هذا الكوب، نفرغ الكوب من قيد ثم نعيد مرة أخرى ثم نسحب ثم لما يمتلئ أو قريب من امتلاء نكبه ثم مرة ثالثة أقل شيء ثلاث مرات أقل شيء ثلاث مرات إلى سبع مرات هكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أهراق من هذه الدنيا فلا يضره أن يتداوى من شيء لشيء. وأهراق لفظ الإهراق في لغة العرب هي الدم الكثير، لذلك عملية الحجامة لا تكون نافعة وكاملة مجرد سحب كوب واحد، لأن هذه الدماء تكون دماء مستهلكة فيها خلايا مليئة وفيها شوائب، وكما يقولون العامة دماء فاسدة أو كذا أو نحو ذلك. فنحن نخرج هذه الدماء المستهلكة التي يعني هي عبء، تشكل عبء على الجسم، تشكل إعاقة للجسم، فنخرجها لفتح أفواه العروق ولكي يجري الدم النقي الدم المشبع بالأكسجين الدم الخالي من الشوائب الخالي من الخلايا الهرمة والميتة في العروق، وبالتالي يشعر المحتجم بعدها بنشاط وحيوية ويكون سبب لتجديد الدورة الدموية وتجديد الخلايا، وبالتالي يكون في ذلك الشفاء بإذن الله عز وجل. طبعا الدم دم الحجامة يلاحظ أنه يميل إلى السواد، يلاحظ أنه يميل إلى السواد، وأحيانا يظهر فيه يعني أشياء غريبة ويظهر فيه يعني كتل ويظهر فيه يعني خلاف الدم الأحمر القاري. فنحن نسحب حتى يظهر الدم الطبيعي، نعتبر حينئذ أن عملية الحجامة أن هذا الموضع قد اكتفى، وفي العادة وفي الغالب يكون يعني ثلاث أكواب إلى أو خمسة أكواب أو سبعة أكواب كافية لإتمام عملية الحجامة. طبعا هنا نلاحظ أن الدم توقف عن الخروج، نسحب نلقي هذا الدم هات لنا يا أخي. لاحظوا إخواني ظهور بخار الماء، ظهور بخار الماء في داخل الكوب، هذا يدل على وجود رطوبة في الجسم، وجود رطوبة في الجسم. الآن نريد أن نرفع الكوب حتى لا ينسكب الدم على هذا، فنفعل هكذا
انظروا هذا الأوراق تحت حتى لا يسيل الدم على ثيابه ونفرغ الدم هكذا ويبقى الورق في مكانه حتى لو نزل شيء من الدم يتلقى هذا الورق ونرفعه هكذا يكون قد مسحنا. وطبعا هذه الآن في سلة مهملات يا سجينة في سلة للقمامة هكذا هذا الآن هذا الدم انظروا إلى شكل الدم كيف متجلط و يعني دم غير نقي نلقي هنا ونأخذ كمان نمسح لا نحتاج إلى التعقيم في المرة الثانية لأن المريض أو المحجوم واحد ولأننا قد سبق وعقمنا لكن نمسح وننظف نعيد الكرة أننا قلنا أقلها ثلاثا نعيد الكرة بسم الله نعيد الكرة كمان مرة حتى إذا خرج الدم نلقي ثلاث مرات فنكون قد اكتفينا. طبعا الإنسان أو المحجوم يختلف كمية الدم الخارجة من الجسم من واحد إلى آخر وبعضهم قد لا يخرج دم كثير فنضطر لتعمية الشرط أحيانا وبعضهم قوة دم هذا تختلف عن قوة دم ذاك لهذا نحن لا نجري عملية الحجامة لمن كان مريض بالكبد أو كان مريض عنده فقر في الدم دمه يعني مثلا 9 فما دون لا نجري عملية الحجامة إلا لمن قوي كان قوي الدم كان يعني سحب الدم من هنا يسبب له ضعفا أو دوارا أو تقيؤ أو نحو ذلك لأن بعض المحجومين ربما أصابوا دوار وتسقط وربما يعني بعضهم إذا نظر إلى الدم يجعل عنده نوع من التقيؤ أو نحو ذلك نلاحظ أن الدم لم يخرج فنزيد في شفط لأن بعض الناس يعني على طول نلاحظ تجلط الدم عندهم وانسداد الجروح التشريط نحن زدنا في الشفط من أجل التسريع في إخراج الدم طبعا في بعض كتب الحجامة يذكرون أن المحجوم ينبغي أن لا يقل عمره عن 20 سنة هذا ليس عليه دليل لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام مر أمتك بالحجامة أمر عام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي كل مسلم لهذا الصحيح أنه قالوا من سنتين إذا ما شاء الله يمكن للإنسان أن يحتسب أما تقييده بسن 20 وأنه تحت 20 ما ينبغي أن يحتسب هذا ليس عليه دليل بل هو مخالف كذلك قولهم المرأة لا تحتجب إلا بعد سن اليأس يعني بعد ما تنقطع عنها الدورة لأن الدورة تكون مقام الحجامة هذا الكلام ليس بصحيح هذا الكلام لو كانت الدورة تقوم مقام الحجامة كان ما رأينا امرأة ممن تعتريها الدورة فيها دائما لأن الدورة تقوم مقام الحجامة التي هي شفاء من كل داء فهذا أيضا غير معروف عند السلف أنه كان
نساء السلام لا تحتجم الله إن أنيست الأرواحين، هذا شيء وهذا شيء. وقال إن محيط دم نجس ومتن وثخين وينفجر يخرج من رحم المرأة، ودم الحجامة يخرج من أفواه من سطح الجن. فالذين ذهبوا إلى هذا الرأي أخطأوا في ذلك. فالمرأة تحتجم، المرأة تحتجم، ما تحتاجت إلى الحجامة، بالغة أو غير بالغة، كبيرة أو صغيرة، آيسة أو غير آيسة. كذلك هؤلاء قالوا أيضا أن الحجامة تحديدا فقط تكون في الكاهن، يحدد الكاهن شبر من الكتفين، يعني تحت اللوحتين العظمتين. وهذا لا شك أن هذه الحجامة نافعة ومفيدة، لكن تحديد الكاهن كما في لغة العرب كما في الشرع بين الكتفين على امتداد العنق، على امتداد العنق وفي وسط الكتفين، هذا هو الكاهن، هذا هو الكاهن. هذا ظهر، هذه المنطقة هي الظهر، لأن الظهر ثلاث أقسام، ثلث ووسط ثلث وآخر ثلث قبل الخصر. فالحجامة لها منافع كثيرة، وقد ذكرت كثيرا منها في كتابي منهج السلامة فيما ورد بالحجامة، وفي طبعته الثانية إن شاء الله زدت عليه أضعاف الطبعة الأولى، وهي قريبة إن شاء الله سأدفعها للطبع، وأرضي الله عز وجل أن ينفع بها كما نفع بسابقتها. الآن نرفع هذا الكوب، الكوب الثاني كما فعلنا بالأول، نلاحظ وين لاحظ الدم، نلاحظ أن الدم يختلف عن الدم الأول، وأنه أنفع وإن كان هناك بعض الشوائب. ونعيد الكرة مرة أخرى، مرة ثالثة، ثم نكتفي. نشك أن حجامة صغير السن يعني تختلف عن حجامة الشيخ الكبير أو الكهل أو من كان مبتلى بالأمراض أو من كان من المدخنين أو من يشرب الكحول أو ممن يأكل أطعمة ملوثة، كل هذا يرى في دمه ويؤول إلى دمه، لأن هذه المنطقة تتجمع فيها الدم. فنلاحظ لو حجمنا شابا صغيرا وحجمنا في المقابل رجلا كهلا مبتلى بالأمراض أو مثلا يتعاطى الدخان أو مثلا يشرب الخمر أو يأكل مأكولات فيها مواد كيماوية وغير ذلك، لاحظ الفرق، نجد الأول دمه أصفر والثاني نجد أن دمه يميل إلى السواد ويميل إلى الكثافة ويغلب عليه يعني وجود أخلاق فيه، وجود شوائب فيه كثيرة. هذه الحجامة، الحجامة أيها الإخوة هي عملية فلتر لجسم الإنسان، عملية فلتر يعني عملية تنقية وتصفية. الحجامة تشبه برهول السيارة، يعني السيارة لما صيدها ماكينة ضعف فإنهم يجددون هذه الماكينة، وإنهم يسمونه برهول، يعني تجديد شباب هذه الماكينة بتغيير قطع فيها وبتنظيفها. فهكذا عملية الحجامة، عملية الحجامة
غسيل للجسم، عملية العجانة تجديد لخلايا الجسم، تجديد لخلايا الدم، تقوية للدم، تنشيط للدم لحركة الدورة الدموية في جسم الإنسان. الآن نلاحظ أن الكوب الثالث أيضا لم يخرج ذاك الدم، جسم محجوم مشلل صغير. في العادة يخرج دم أكثر من هذا، لكن نلاحظ أن أيضا في نقطة مهمة جدا في عملية الحجامة، أن عملية الحجامة في الصيف وفي الربيع أبلغ وأنفع للمحجوم منها في الشتاء. كلما كان الجو دافئا حارا يكون الحجامة أنفع والدم أكثر قوة، لأن الدم في مثل هذه الفصول فصل الشتاء يغور في العروق فلا يخرج منه الكثير، بينما لو كان هذا الحجامة متعلقة في الصيف حيث العرق ورقة الدم وهيجانه وتجمعه عند السطح فإنه يكون الدم خارج أكثر. ولهذا الأطباء يقولون إن الفصد أفضل في فصل الشتاء من الحجامة، والفصد هو يعني شق العروق، عروق مثل الأول مثلا، هذا العرق الذي يأخذون يسحبون من الأطباء الدم، هذا شقه وإخراج الدم منه، هذا يسمى فصل. بينما الحجامة يعني تشريط أفواه العروق كما فعلنا هنا، هذا الفرق بين الفصل والحجامة. والفصل يستخدمونه في الشتاء، والحجامة يستخدمونها في الصيف وفي الربيع في الفصول الدافئة. طبعا الآن هذه الكوب لا نضعه مع الأكواب وحتى يختلط الأكواب المعقمة، إنما نعقمها يعني ونغسله في الحال ونصب عليه من هذا المفعول نعقمه ونغسله بالصابون وبالديتول ثم ننشفه ونضعه. طبعا الآن نريد أن نعقم، بعد أن انتهينا من العملية نريد أن نعقم الجرح. هذا مادة اليود، مادة اليود مادة معقمة، في بعضهم يعقم بالأكسجين وبعضهم يعقم بالكحول، وكثيرا ما كنت أعقم بالخل، بخل التفاح، وأيضا باستعمال زيت الزيتون بعد ذلك أو زيت حبة البركة. هذا زيت حبة السوداء من أجل يعني الجروح زيادة التعقيم، وأيضا في
في نجد الكلام وأنا نمتي روح خفيفة ما تظهر. لو استخدمنا المشرط الطبي هذه التشريطات تبقى في الجسم، ومن أجل أن لا تبقى في الجسم حتى لو استخدمنا المشرط الطبي هذا فإننا نستخدم بودرة القسط الهندي. بودرة القسط الهندي، بودرة القسط الهندي إذا وضعناها على الجروح لا يبقى أثر لها في الجسم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينها وبين الحجامة، قال عليكم بالقسط الهندي والشونيز، وعليكم بالحجامة والقسط الهندي والشونيز، فذكرها كلها عليه الصلاة والسلام في حديث واحد. فشراح الحديث قالوا يعني الحكمة من جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الحجامة وبين القسط أو القسط الهندي أن وضع القسط الهندي على الجروح بعد يعني استخدام مشارط الحجامة أنه يذهب أعطار هذا التشريط. طبعا احنا الآن بنكون قد يعني عملنا بمثال واحد للحجامة. الآن طبعا لا نستطيع أن نعمل له في الرأس بوجود هذا الشعر، لا بد أن نحلق بمقدار الكوفة ونفعل كما فعلنا. أن وجود هذا الشعر الكثيف يمنع من استقرار الكوفة، فيحلق بمقدار وضع الكوفة منظف ويعقم، ثم نضع الكوفة ثم نرفع ثم نشرب ثم نعيد كما فعلنا، وكذلك نفعل بالأخدعين من غير حرق، لأن لا يوجد شعر إلا بعض الناس قد يكون يوجد شعر على رقبتهم فنفعل. وكما ذكرنا لا ننسى أن هذه منطقة حساسة تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى دقة، والتشريط يكون خفيف وطولا لا عرضا لئلا يؤدي إلى قطع بعض. طبعا هذه المنطقة أيضا منطقة سهلة ليست خطيرة، ولو يعني كانت الشروط أو التشريطات عميقة لا تضر، إلا أنه ينبغي أن يكون هناك يعني العمق بقدر. لذلك هذه ضربة المشرط لها قدر، ليس كل واحد يهزم عن الحجامة، لا بد أن يكون متمرس. يستطيع الإنسان أن يكون متمرسا من خلال حجمه يعني بضعة مجموعة من الإخوة، يعني لو أنه مارس ذلك على 7 إلى 10 أشخاص فقد يكون إن شاء الله ملما بأدائها، وقد بعضهم لا يلم بها إلا بعد أن يحجم العشرات، لأنها يد ترتعش من الشر، وأنه لما يرى الدم يخاف أو أشياء مثل ذلك. ولهذا كل صنعة لها شيخ، وكل علم يؤخذ عن أهله، ولا ينبغي الإنسان خصوصا إذا كان مثل هذه الأشياء التي يكون فيها أذى للإنسان، لأن بعض الناس يريدون أن يحسنوا فيسيئوا، يريدون أن ينفعوا فيضروا، يريدون أن كما يقال يبحلوها فيعملوا. مثلا واحد يأتي على طول وهو غير متدرب على الأخدعين فيقطع عرقا يسبب لهذا الإنسان آفة ومصيبة، أو يأتي على الرأس فيعمق الشرط فيقطع عرقا فيؤدي إلى جنونه أو كذا. بعض الصحابة قال احتجم في رأسي فذهب عقلي. إيش سبب هذا؟ سبب هذا أن الحجام أخطأ، وأنه عمق الشرط، وأنه احتجم في غير وقت الحجامة، أو أنه ما كان أهلا للحجامة، يعني قد يكون عنده علة تمنع الحجامة. فلا بد الحاجم أن يحافظ على النظافة، أن يكون شابا يعني يده ما ترتعش، أن يعرف أوقات الحجامة. الحجامة تستعمل حجامة في السنة النبوية في 17 في 9
19 إلى 21 من الشهر العربي وعلى الريق، يعني ما ينبغي للمحتجب أن يكون قد أكل شيئا، إنما على الريق الساعة 9 قبل الظهر، 9 والـ10، يعني هذا الوقت وقت جيد، وأفضل كما قلنا إذا أجريت في الصيف أو في الربيع، وإن كان لابد من عملها في الشتاء فلا بد من تهيئة الجو، يعني يكون المكان دافئ أو تستخدم مدفأة، يكون هناك مروحة أو مكيف. يعني الآن مثلنا يعني، فالمكيف ما كان ينبغي أن يكون مفتوحا، فهذا بعدها بعد الحجامة يمكن أن يرتاح قليلا ثم يمارس نشاطه عادي، ولكن ينبغي أن يجتنب الجماع، جماع زوجته ينبغي أن يجتنب المأكولات الدسمة التي تحتاج إلى عمليات في الجسم، وإنما يأكل أشياء خفيفة التي يعني لا تتعارض مع الحجامة. فهل هناك أسئلة؟ أحد يريد أن يلقي سؤالا حول موضوع الحجامة؟ نعم. حديث أن محجوب قبل الحجامة منهيا عن الأكل. ما إيش؟ منهيا عن الأكل. يعني الأكل؟ نعم. أنا قلت يعني المحجوب الذي يريد أن يحتجم لابد أن يأتي ومعدته خالية، يصوم من الليل، ولو أخذ شربة مسهلة عملية تنقية لجسمه لمعدته قبل الحجامة كان أفضل، يعني يأخذ شربة تطرد كل ما في بطنه من يعني إنساك والطعام، هذا أفضل يحتجم بعد أن يأخذ شربة مسهلة تطرد البلغم وتطرد يعني الخبث وتطرد ما بقي في أمعائه من فضلات، هذا أنفع وأفضل، لأن الاستفراغ يكون بالقيء ويكون بالإنفاق ويكون بالفخذ وبالحجامة، هذه أنواع الاستفراغ. أن احتباس المادة الفاسدة في جسم الإنسان قد تكون قاتلة أكثر، أكثر أمراض المسلمين أمراض الناس بسبب احتقان المادة الفاسدة. ذات الرجل الصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتساقط عن رأسه، النبي عليه الصلاة والسلام قال احلق رأسه، أمر أن يحلق شعر رأسه، لأن هناك رطوبات تجمعت في رأسه فعاشت عليها هذه الهوام، فلما أمره بحلق رأسه تفتحت أفواه العروق وتفتحت هذه المسامات وذهبت هذه المادة الفاسدة التي تجمعت في قشرة رأسه، فكانت مرتعا خصبا لهذا القمل ولهذه الهوام وهذه الحشرات. كذلك الإنسان لو احتبس بوله قد يسبب له الضرر والتلف، لو احتبس عنده الغائط وما استطاع أن يذهب إلى الخلاء أنه يسبب له أمراضا شديدة خطيرة، لو احتبس عنده المني ولم يتزوج أيضا يسبب له، كم إنسان فيه كثير من العلل ذهبت بعد الزواج. الإنسان حينما يعطس احتباس هذه الأبخرة من نعم الله عليه أنه يعطس فتخرج هذه الأبخرة
التي لو احتبت قد تسبب له صداعا أو تسبب له أمراضا. لهذا الحجامة من أفضل ما يتداوى به، لأن فيها استخراج المادة الفاسدة، فيها كما قلنا فلترة لجسم الإنسان لدمه وتجديد للدورة الدموية وتجديد للخلايا، كل هذا في الحجامة التي غفل عنها أكثر الناس وفرط فيها أكثر الناس وصارت من السنن المهجورة. لهذا ينبغي الإنسان أن يحتجم، أن يحتجم ولو مرة في السنة، قل قليلا يعني، يحتجم ولو مرة في السنة، ولو احتجم 4 مرات في السنة لكان أفضل، يعني كل فصل يحتجم. لكن أنفل وأفضل الحجامة أن يحتجم الإنسان كل شهر أو كل شهر. فإذا كان ابن 30 سنة فيحتجم كل شهر، إن كان ابن 60 سنة فيحتجم كل شهرين. أما أن يترك الحجامة ويعرض عن هذه السنة وينسى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحجم شفاء، وينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الشفاء في شيء في 3: شرطة محجم ولعقة عسل وكية بنار، وأنهى عن الكي، وفي رواية: ولا أحب أن أفتوي، فإنه سيكون بغفلته عن هذا الهدي النبوي وإعراض عنه أنه يعرض نفسه للأمراض الكثيرة، وسيعي الأطباء من غير فائدة. وإن الحجامة من فضل الله قد شفى الله بها أمراضا مزمنة مستعصية، شفى الله بها مرضى السرطان، شفى الله بها مرضى الطرف طاقة الدم، شفى الله بها عز وجل من العقم، وشفى الله بها من السكر، وشفى أمراض كثيرة، أمراض كثيرة بتقارير أطباء، تقارير حجامين، أنها كانت سببا للشفاء من أمراض مزمنة مستعصية أعيت الطب الحديث. بل إن العائلة الحاكمة في بريطانيا جاءت إلى بلاد الشام لتستعمل هذه الحجامة وتتداوى بالحجامة، وقد برئت من مرض الناعور والزهايمر وغير ذلك، وهذا كتب في الصحف والمجلات والإذاعات والتلفزيون والفضائيات أن الحجامة هي فعلا محقا معجزة الرسول، من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم العظام، التي أثبتت في هذا الزمن نجاعتها وأثبتت فاعليتها وأثبتت أنها شفاء من كل داء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بقي أسئلة عندكم؟ أنا قلت يعني قال بعض الأطباء أن الحجامة تكون للطفل، تستعمل للطفل، لكنها للشاب أنفع. الطفل الذي ما أكل الطعام لا يحتاج قبل 2 سنين، أما الذي أكل الطعام صار يأكل مثل الكبير فلا بأس استعمال الحجامة له ولا يحتاج إليها. هل يجوز أن نأخذ عرقة من الحجامة؟ إيش؟ أن نأخذ عرقة من المرقة أو لا بأس أن نأخذ، هذا لا يضر. لكن يعني إذا كان مريض بالسكر فلا يأخذ المواد السكرية التي ترفع السكر عنده. كذلك مريض السكر لا نحجم في الأطراف، وإنما نحجم في الأماكن العلوية، لأن التشريط في الأطراف قد يسبب له جروحا
قد تلقن عليه ولديه حكاية، وإنما نستخدم إن كان لابد نريد أن نجح في الأطراف نستخدم الوقت للإبادة لا التشريد، لأن مريض السكر يسبب له هو الشرط في الأطراف خصوصا في الرجلين مشاكل. هذا يعني صورة من صور الحجامة، ذكرنا موضع وجرينا عليه الحجامة الفعلية وحددنا مواطن تحجم ثبت في السنة حجامتها واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولعل الله عز وجل يسر فرصة أخرى لإجراء الحجامة في هذه المواطن وهذه المواقع، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يحيون السنن المهجورة ومنها سنة الحجامة لكي تأخذ بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مما يعينها على عافية أبدانها، فإن عافية الأبدان هي عافية الأديان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الحجامة تعين على عافية الأبدان، وبالتالي إذا كان بدنك صحيحا معافا فإنك تصلي في المسجد وتخرج إلى الصلاة، تخرج لزيارة الأرحام، وتخرج للعمل لسعيك على كسبك ومعاشك، وأيضا تخرج لقتال العدو والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكون عضوا فاعلا في المجتمع إعطاء لا مقعدا ولا عالة على الآخرين، لتكون بحاجة إلى الناس لا الناس بحاجة إليك. علينا أن نحرص أيها الإخوة على هذه السنة وعلى نشرها بين المسلمين، بل في العالم يكون لنا أجر أن أصلح سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للغرباء، قالوا من يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. هذه سنة مهجورة، جزا الله خيرا كل من أعان على إحيائها ونشرها، إنا ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.